انت من سينا يا سليم؟ ايوه يا بيه. يعني تعرف ابو موسى؟ ومين ما يعرف ابو موسى يا بيه؟ اخباره ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله. ايش الشباب هدول كلهم رايحين غزه؟ اصل احنا رايحين نجيب بضاعه وراجعين اخر الليل. يعني غريبه هذه. ايه الغريب اللي فيها؟ الناس بتاخد بضاعه من هنا بتوديها هناك. اول مره اشوف حد يسافر ياخد بضاعه من هناك ويجيبها هنا. لا اصلها مش بضاعه بضاعه، هم لينا قرشين عند ناس رايحين نجيبهم. يعني زين هاجبك بيطني قد ايش؟ انتوا يهود؟ يهود ايه؟ يهود ازاي؟ احنا مصريين والباسبورتات اهي. اهو الباسبورتات اهي. مصري يعني مش ما فيش حاجة. أصل الواد إبراهيم ده يحب يعمل مقالب. ده إبراهيم، ما تتكلم يا إبراهيم. ده أنا بقول إن السواق سواقته ممتعة جدا وإنه كيوت. إنه إيه؟ كيوت. طب بص يا باشا، كيوت ولا مش كيوت؟ كيوت. ها؟ لا كيوت. كيوت. اطلع سولم. اطلع. لا كيوت أصلي. يلا سولم. أنت كيوت يا سولم. اطلع. رخصك. ناجي عطا الله، عميد سابق وملحق سابق بالخارجية. على فين يا ناجي بيه؟ رايحين نحضر فرح عقبال اولادك. فرح مين؟ فرح بنت ابو موسى في رفحة. ودول مين؟ دول الفرقة اللي هتعمل زفة وتهيص في الفرح. نقطة للعروسة يعني. اتفضل. اتفضل يا نجيبين. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليلة. عريسنا ازاي نجحيلة العلوة عروسته حلوة وجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليلة. عريسنا ازاي نجحيلة العلوة عروسته حلوة وجميلة. يا هلا يا حي الله يا حي الله ورحب. ازيك ابو موسى؟ الحمد لله يا ناجي بيك. الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. العليم الله انكم شرفتونا، والوجوه هذه اللي معك ما شاء الله عليها طيبه، وجوه سعد وبشارة خير بعد. ربنا يتم بخير ابو موسى. يما دي العروسه طالقه. الجمال السيناوي اللي على حق. انت وش تقول يا ولد؟ ايه لا ده انا قصدي يعني ملهاش اخت دي ابو موسى؟ ما تاخدش بالك ابو موسى، اصل الواد يحب يهزر يعني. انت جننت؟ بتلاقي العروسه يا فرحها؟ كنت عاوز اعبر. لا تعبر ولا تبين، انت تقفل بقك خالص. بقول لك يا ابو موسى، ودي نهبق عليها ولا ايه؟ خد ابو موسى دول 21,000 دولار. احنا 7 × 3 ب21,000، وجواهم كمان النقطة بتاعتي للعروسة. يا سيدي مقبولات منك، بس رجوم بالأول تاخذون واجبكم من الضيافة، أنتم ضيوفنا. لا 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 واجب ولا غيره. لا عندنا شغل. أنت في الزحمة دي والليلة الحلوة دي تاخدنا بالراحة لغاية ما تفتح لنا البوابة بتاعت النفق. يا سيدي على خاطرك. على تقول عنا هنا جيبيك يصير بالحال إن شاء الله. اسمعوا يا الربع، اتفضلوا جوا البيت،
ارتاحون شوي وغيرون ثيابكم وبعدين نتوكل. شرفوا. النبي يا باشا، بعد ما نخلص الشغلانه دي على خير لا تجيبني هنا تاني. سايق عليك النبي يا شيخ. هيما عنده حق يا باشا، احنا لازم نرجع هنا تاني. انا شامم ريحه خروف مشوي، ملوش حل يا باشا. يلا انت اهو، يلا. شرفوا. ايه ده يا نجيب؟ مين كل دول؟ احنا فين؟ ده زي ما تقول موقف بني ادمين، يعني اللي هارب من حكم، اللي عامل لجوء سياسي، اللي طفشان من بلده، اللي طفشان من مراته. وكل دول هيعدوا معانا من النفق؟ والله يا نجيب مثل ما انت شايف اليومين دول زحمة زحمة بحيل. اه موسم. نعم. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. انما ايه الحاجات دي كلها يا ابو موسى؟ انا حاسس ان انا في قرية البضايع في المطار. بقول لك ايه يا ابو موسى، انت هتمشينا امتى؟ اوعى تكون هتمشينا بالدور. انا مش ممكن هستنى كل دول. انا متفق معاك على الميعاد. ها طور روحك يا نجيب بيك، اصبر لما ابو شعلان ينطينا الإشارة. مين ابو شعلان ده يا باشا؟ ابو شعلان اللي بالطرف الثاني، اللي وده يفتح لكم بس تمرونا من النفق سالمين غالمين بعون الله. ما فهمتش ولا حاجه. ابو شعلان ده اللي في الضفه الثانيه من رفح، تبع رفح الفلسطينيه. طب ابو شعلان ده عنده بنت حلوه برضه؟ انا بسال بس، يمكن يكون وشنا حلو علينا نروح نلاقيها بتتجوز يا رفح. الو يا حي ابو شعلان. يا هلا حياك الله. اسمع انا زعلان منك. اي زعلان منك وزعلان بحيل بعد. انت وينك يا رجال؟ وينك للحين؟ ليه ما جيت الفرح؟ ها زين زين زين، ما يخالف عذرك مقبول. اسمع الشباب يجونك الحين. اي الحين يجونك. زين هلا هلا.